أهلا بكم. يبدو أن الاهتمام سينصب في الأيام المقبلة على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية بعد حوالي أسبوعين من اليوم بعد التأكد من إجرائها في موعدها، إلا أن الرئيس بري محتمل أيضا بعقد جلسات تشريعية على رغم الرفض المسيحي بالتشريع في ظل الفراغ الرئاسي دون أن يكون قانون الانتخاب بندا أوليا على جدول الأعمال في أي جلسة تشريعية. أما في سوريا فالمفاوضات تستأنف الأسبوع المقبل رغم موقف المعارضة السورية والهيئة العليا للمفاوضات، في وقت اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما إيران وروسيا بدعم النظام القاتل في سوريا كما قال. عن الملفات المحلية والإقليمية أتحدث اليوم مع ضيفي الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بيير عزار. أهلا وسهلا فيك دكتور. شكرا. يعني يبدو أنه الانتخابات البلدية ستحصل في موعدها على الرغم من الشائعات الكثيرة التي كنا عم نسمعها بالفترة الأخيرة بالتأجيل وبحملة السياسية بهدف التأجيل وتوتير الأوضاع، بتوافق أنه اليوم خلص أصبحنا أمام أمر واقع بضرورة إجراء؟ مش انه اصبحنا، انا منذ سنتين كنت اقول انه الانتخابات البلديه بموعدها، وانا بدي هني معالي الوزير انه هذا المشنوع حقيقه، لانه كمان هيدي بطوله انه استمر بالرغم من كل الشائعات او الاشاعات اللي طلعت، ولكن في نهايه الامر لو لم يتحقق هذا الاستحقاق كان اول واحد بيتضرر هو الوزير انه هذا المشروع بمستقبله السياسي. بس هو قرار الوزير الداخليه او قرار سياسي؟ ما اختلفنا، ولكن وزاره الداخليه هي اللاعب الاساس، اكيد في قرار من الحكومه من دوله الرئيس تمام سلام المتميز جدا بهالمراحل الدقيقه جدا، عن جد اثبت عن جداره دوله الرئيس تمام سلام، وهذه شغله ملفته خصوصا هو بيت كبير، بيت سياسي، بيت عريق، ما بتفاجئ انه هالقد يقدر يحقق مكاسب، بس ما كنت متصور انه ممكن التقاطعات المعقدة بلبنان يقدر يتحرك فيها في ظل هذا الفراغ بسدة الرئاسة. وبالتالي انتخابات البلدية يمكن أعظم شيء عم يحصل اليوم بلبنان، بغض النظر عن الكلام المستهلك أنه لعبة ديمقراطية، لا، هي هيدي بتأكد وجودية الواقع اللبناني، لأنه هيدي انتخابات البلدية بتعني المجتمع اللبناني أكثر بكثير من السلطة السياسية، بغض النظر إذا السلطة السياسية بتحاول تأخذ مكاسب وخاصة في المدن الكبيرة، بلدات الكبيرة، نعم، بالبلديات الكبيرة أكيد، ولكن حتى اللي بيقولوا لك بالأرياء بالكرة الصغيرة لا، كمان بيهتموا يمكن بنفس الحجم بالبعد السياسي، صحيح، ولكن بالبعد الإنمائي بالبعد الاقتصادي أكيد بيركزوا على المدن الكبرى. وبالتالي أنا كثير سعيد بأنه وزارة الداخلية والحكومة ككل وصلت لهذا القرار المهم جدا. طبعا أكيد في قيادات دولة الرئيس بري لعب دور كثير حساس بهذا الموضوع لعدم فرملة عملية الانتخابات البلدية، وأنا برأيي هذه الانتخابات رح تفرز وقائع سياسية مش نتيجة البوانتاج، نتيجة يعني إذا اليوم بدنا نتطلع ببيروت منلاقي دولة الرئيس سعد الحريري واليوم عودته أصبحت الأقرب إلى البعد اللبناني مما هو من البعد السعودي. اليوم تيار المستقبل بده يشوف هل هو حقيقة تعلق بدولة الرئيس رفيق الحريري انطلاقا من البعد المالي، أم تحول هذا الحزب أو هذا التيار مثل ما بدك سميه حقيقة حزب مرتبط ببيت الحريري بمعزل إذا كان معهم أموال أو ما كان معهم أموال، لأنه حاليا ما في تمويل للبلدية، أكيد ما في تمويل، وبالتالي دولة الرئيس يعني نوع من استفتاء، هذه الانتخابات نوع من استفتاء لشعبية الزعماء كان الرئيس الحريري أو حتى لا، بس كمان دولة الرئيس الحريري له حالة في خصوصية بالموضوع، صح، لأنه تم تشكيك بتراجع شعبيته يمكن، ولكن أنا عم بحاول أقول أنه تيار المستقبل دولة الرئيس رفيق الحريري قبل ما يصير بهذا البعد السياسي الزعيم الكبير اللي لن تتكرر، وما حدا بيقدر يرث دولة الرئيس رفيق الحريري، ما حدا نهائيا، تيار المستقبل ولا شخصية بتقدر تورث رفيق الحريري، خلينا نكون صادقين، ولكن عم نحكي بالحد الأدنى. اليوم دولة الرئيس سعد الحريري أمام الوضع شوي اللي مش بس ماليا حتى في بعد السياسي منا كتير واضحة في العلاقة بين الداخل والخارج، وبالتالي الموضوع الأساسي اليوم هو عم بشوف هل هن هالناس اللي نحن علمنا بالجامعات كذا هل فقط رح بيضلوا قراب لإلنا إذا نحن عم نمدهم $100، أو هن جدياً
صاروا عم يرتبطوا مثل زعيمة بيت جنبلاط، مثل زعيمة بيت أرسلان، مثل زعيمة بيت كرامة، إلى ما هنالك بدون أموال. دكتور، ليه ما بناخذها من ناحية ثانية؟ إنه اليوم هذه البلديات بظل تدخل الأحزاب بالبلديات الكبرى، نعم، عم نشوف بعض المحاولات مثلا على سبيل المثال ببيروت، بعض نعم المحاولات لهيئة المجتمع المدني، لبعض المستقلين، لبعض الرافضين الواقع الحالي، نعم، برفض هيدي المحدلة السياسية اليوم أن تتدخل الأحزاب وتضع هي اللوائح في محاولات. اليوم ليه ما بنعتبرها استفتاء للشعب تيقول إنه نحن وصلنا لمرحلة ما بقى بدنا محاديل، ما بدنا بقى لوائح، ما بقى بدنا تفرض علينا هذه الأسماء اللي تمثلنا بالبلدية بسبب علاقتها مع هذا الحزب أو لأنه توافق هذا الحزب مع هذا التيار؟ أعلاميتنا، ما المشكلة بالمجتمع اللبناني مجتمع طوائف، والأحزاب بلبنان ما عندها بعد العلماني، بس مأمنة، يعني المناصفة مأمنة بالبلدية، هيدي فقط التوزيع يعني مأمن، هيدي المناصفة فيها أعراف موجودة بكل حتى بالقرى وبتضيع بموضوع الرئاسة والمداورة وغيرها محفوظة. أعلاميتنا بيروت أخذ بعد مسيحي إسلامي، يعني دوت الرئيس رفيق الحريري بنهاية الأمر هو كرس منظومة المناصفة، صحيح، بغض النظر عن العدد، والرئيس سعد الحريري كفى فيها، وبالتالي بيروت اخد أبعاد مختلفة. هلأ يمكن اليوم ليه عم بيتم تداول كلمة الأحزاب؟ لأنه التحالف المستجد ما بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية بدل بالمعايير المعركة وخاصة في المناطق المسيحية، و يعني إذا بدنا ناخذ بشوفوا علي اللعب اليوم من لعبة دقيقة، ولكن الزعيم وليد جنبلاط لديه من الحنكة كيف بيقدر يدير بتحالفاته بينما ينحط القوات والعونية خاصة بدير القمر وبالدمور تحديدا، هالمدينتين الكبيرتين اللي فيها وجود مسيحي كتير كبير. وبالتالي نحن الموضوع ما بيقدر المجتمع المدني بلبنان يغلب هذا التصور ويحاول يقول للأحزاب اللي ما تزال أحزاب طائفية، يعني في نهاية الأمر حيلا حزب بلبنان بتعرف مين البيئة تبعوله بدون ما واحد يفكر، وما دام الأحزاب منا مختلطة نحن في واقع الأمر ما بنقدر ولا بلحظة نتلمس هذا الوضع، يعني إنه يقدروا يعملوا تغيير بنيوي في التفكير. دائما في طموحات، يعني اليوم لمن عم ينطرح القانون الانتخابي النسبي على صعيد دائرة واحدة، أكيد هيدا من أجل برأيهم كل مين اللي عم يطرحه من أجل يمنعوا الحرب الأهلية مجددا بلبنان، ولكن البنية الطوائفية بلبنان غالبة بشكل، لأنه المجتمع بلبنان وجد قبل نشوء السلطة السياسية، وبالتالي السلطة السياسية هي نتاج عنه. بس هيدي الانتخابات لازم تكون وسيلة لنظهر من هيدي القوقعة الطائفية، مش العكس، مش نكرسها ولأنه موجود نكرس بزيادة، لازم بالعكس نروح صوب انتخابات أوسع على نطاق إنمائي ولتحسين الأوضاع وغيرها، بس وليس ما فيك فقط إلا من دمر لوائح الشطب، يعني برضه إذا المنطقة مفروزة بلوائح الشطب بهالطريقة ما فيك إلا تمشي. هلا الشيء الحلو بالبلديات إنه بشكل عام ما في إنه هوية مذهبية مباشرة، عرفت كيف؟ إلا بيروت أخذ خصوصية إنه ممنوع الخلل، عرفت كيف علي؟ ولكن مع إنه طرح النائب وليد جنبلاط اقتراح كمان البعض تفاجأ فيه بموضوع المداورة، إلغاء منصب المحافظ والمداورة كل 4 سنين بين رئيس مسيحي بس ورئيس مسلم، بس الزعيم وليد جنبلاط بيعرف إنه الواقع ما بيقبله، لأنه حتى بمنطقة تشوفوا عليه ما بيقدر يمشي هذا. والحكى ببيروت. هو أكيد لا لا أنا عارف. لأنه دائما عم بيقولوا لك ببيروت ما صار في إنماء، لأنه رئيس البلدية اختلف مع المحافظ مزبوط. والمحافظ لأنه هو رئيس العمل وبالعكس. مزبوط، لأنه المحافظ الأرثوذكسي أنا عارف إنه عم يكسر عن بيروت، ولكن عم بقول هذا الطرح دائما وليد بيك جنبلاط بيطرح أشياء هيك بتخلق إشكالية بالبلد، وهو بيعرف بالثقافة الداخلية عنده بيعرف انه المجتمع اللبناني ما بتقدر تحركيه باطر ما بيقدر يستوعبها، مش انه اللي عم يطرح ان القانون النسبي على صعيد دائره واحده بيكون مش عم يعمل حلول للبلد، المشكله عم يستاء اللي عم يطرحها انه البلد المجتمع ما عم يقدر يفهمها، لانه كودات المجتمع غير كودات هذا الطرح الطموح. وبالتالي انا برايي الانتخابات البلديه رح تفرز اهم شيء على الصعيد الطائفه السنيه الكريمه، رح تفرز توازنات سنية، يعني المملكة حتى بطرابلس أيضا مزبوط، ولكن أنا برأيي هذا ما تريده المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية بدءا من المعارك ليه؟ شو بدها تعرف المستقبل مع مين تحكي؟ بدها ترجع تمتلك
الورقة اللي كانت من بعد نهاية الحرب، من بعد نهاية الحرب صار في نوع من التسوية، نوع من الكومبرومي بين الجانب السوري والجانب السعودي. صحيح. بزمن الرئيس رفيق الحريري المملكة تريد استعادة هذه اللعبة انطلاقا من إعادة خلق الأوراق في بنية الطائفة السنية الكريمة، بمعنى ممنوع ولا زعيم سني يتم القضاء عليه لهم. رح تتفاجئ بالنتائج انه رح بتلاقي كل الاقطاب السنه وما اكثرهم، رح بتلاقي كل واحد منهم عنده دور. مش رح يجي بنسب متفاوته، ولكن بنسب متفاوته بغض النظر كل واحد طبعا، ولكن تهيك بتشوفي دوله الرئيس سعد الحريري عم يسعى بكامل ثقله اليوم انه يثبت بالرغم من هذا التوجه التوازني رح كون انا الاقوى ما بين التوازنات. بس الرئيس سعد الحريري اول ما اجى جمعهم ببيت الوسط كل الزعامات السنيه بلبنان، الرئيس ميقاتي، كلهم تم لقاء معهم بسبيل توحيد البيت السني. لا ما بيقدر، لا هو لانه فاهم المطلب السعودي. يعني هو يعلم القياده اليوم بالمملكه في عندها اعاده نظر شامله بكامل الملفات الاستراتيجيه على مستوى المنطقه، وبالتالي رؤيتها مجددا للواقع اللبناني بلش يتبدل لاعاده ضبضبه الامور باتجاه اللي بيخلق تسويات. بمعنى اليوم ولا بلحظه حدا يفكر، يعني لمن دوله الرئيس سعد الحريري اعلن دعمه للمرشح سليمان الوزير الزعيم الزغرتوي سليمان فرنجيه، ولكن هذا لم ياخذ موافقه سعوديه كامله، تهيك ما مشيت. ولكن السفير علي العسيري في البدايه قال نحن منبارك اذا تم الاجماع عليه. لانه ما اخذت مباركه سعوديه او لانه ما اخذت مباركه ايرانيه؟ لا 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 لا، خلينا هلا بالملف الرئاسي غير موضوع، ولكن نحن عم نحدد نتائج الانتخابات البلديه ببعد السياسي السني انطلاقا من ما ترغب به المملكه. لانه انا بالنسبه لي المملكه دوله مهمه جدا، انا دائما حريص على ضبط ايقاع التوازنات مع المملكه، بغض النظر فيكي ما تتفق معها بهاللحظه وهي فيها ما تتفق معك بهاللحظه، بس ما حدا يخطئ ويعتبر انه بيقدر يتخطى حجم المملكه العربيه السعوديه على مجمل، مش بس شبه الجزيره العربيه، على كل التقاطعات وخاصه بلبنان. صحيح. المملكه لها تاثير، عندها ناس يعني مش بس مرتبطين بالمملكه، ما بيقدروا يتخيلوا الحياه بدون المملكه، ومش بس مش بيت الحريري فقط الكرام، حتى القادة السنة بلبنان، الأقطاب السنة على مجمل الأراضي اللبنانية لديهم ارتباط بالمملكة وبكلفة قليلة جدا. يعني مش مزبوط انه المملكة بتمدهم بأموال، لأنه ما عندهم أحزاب، ما عندهم، يعني منهم بحاجة لأموال خارج المألوف. وبالتالي الانتخابات البلدية من ناحية الطائفة السنية الكريمة، من ناحية الطائفة الشيعية واضحة، اللعبة هي ذاتها بتتغير الوجوه. على الصعيد المسيحي كمان، على الصعيد المسيحي سيف ذو حدين، لأنه بدك في حرب ضروس ما بين العيلة السياسية وما بين، لأنه القوات والتيار مش هن لوحدهم كأقطاب كأحزاب، يعني حزب الكتائب الأحزاب منهم كثير، حتى التيار والقوات ما اتفقوا بكل البلديات، ما بيقدروا يتفقوا بكل، لأنه هذه ثقافة مارونية عندنا إياها نحن. الموارنة ما بحياتهم بيعرفوا يشتغلوا بشكل جماعي، بيجي ظرف معين بتلاقيهم مشي، مش كلهم، بيوقف واحد او اثنين، عرفت كيف؟ بس هن في نهايه الامر بلحظه بيرجعوا بيتركوا بعضهم، لانه ثقافتنا ليبراليه، وبالتالي الانا هو معشعش عند المارونه تحديدا، لانه نحن بننشد الحريه والاستقلال منذ وجودنا، ولكن مشكلتنا ما عندنا الرؤية نقدر نحدد كيف مفهومنا للحرية والسيادة والاستقلال. وبالتالي العملية أكيد كتير مهمة هالمرة الانتخابات البلدية، شيلي لي بعد تنترك البعد الإنمائي، مش هاي هي اللعبة. اللعبة إنه وحتى مش مؤشر للنيابة، يعني مش مزبوط إنك أنت فيك تاخدي نتائج البلدية شو يعني النيابة وشو ممكن تأشر الانتخابات 2017، ولكن نحن أمام مرحلة لإعادة التوازنات على الخارطة السياسية اللبنانية انطلاقا من حراك المجتمع اللي بمهد
لبدء العمليات التسوية اللي هي بدها ترافق. هيك بتريد الطبقة السياسية، بينما يفترض بالمواطن يريد لا إنماء عملية إنمائية الأفضل بالمكان المناسب بغض النظر عن انتمائه السياسي والحزبي وحتى الطائفة. هذا لا يعني اللي أنا قلته إنه المواطن ما يختار أحسن زلمة من الطائفة السنية، مش معناتها إنه القوات ما يختاروا أحسن شخص من الطائفة المارونية. يعني إحنا ما هي المشكلة، يمكن الطوائف تشكل خطر بمكان ما، ولكن عندها إيجابيات كثير، تضبط إطار الخلافات بلحظة، بتخلق قواسم مشتركة، ولكن مشكلة المواطن بيختار الأسوأ من كل طائفة، وهذا ردا على سؤالك. وبالتالي الموضوع أنا عم بحاول أرسم خارطة توازنية سياسية بمعزل عن بعد الإنمائي، ولكن المواطن اللبناني كمان بشكل عام تعود على الزبائنية المالية، ولك بيزعلوا لو ما صار في انتخابات، لأنه هذا موسم على الصوت بقبض مصاري، وبالتالي في كتار عندهم حزن لما بتمدد مثلا المجلس النيابية. هذا بدل ما تسمسر بالعقارات بتنطري هذا الموسم ليستفيدوا أكيد. بدي انتقل لموضوع التشريع ومجلس النواب والموقف المسيحي، برغم إصرار الرئيس بري بده لعقد جلسة تشريعية بعد الموقف المسيحي، يبدو أيضا تيار المستقبل متضامن مع المسيحيين أنه لا جلسة تشريعية بظل عدم وجود قانون انتخابي. نعم. رح يضل هذا الاستفاف، ما رح نشوف جلسات تشريعية، يعني أو هل معقول الرئيس بري يدعي بغياب الوجود المسيحي؟ لا، هلا دولة الرئيس نبيه بري هو دائما ضنين على الميثاقية، يعني اكيد اذا حضروا الكتائب او حضروا الموارن المستقلون بيكون في ميثاقية، مش القوات والعونية هن بيتركوا الميثاقية. الكتائب حسمينا لا، ولكن تشريع بظل غياب، ولكن البعد السياسي، يعني اليوم لما بتقول اذا القوات والعونية مش موجودين بالبعد المسيحي، ولو انه الكتائب موجودين، حتى الكتائب والمستقلين بيصيروا شوي حذرين، لانه الراي العام المسيحي والماروني تحديدا اللي قلت لك بلا بوصله بيمشي، وهي مشكلته. الموضوع الاساسي انه بيصيروا حذرين وبيصيروا يحاولوا يتقاطعوا، ولكن المساءب انه الكتائب، حزب الكتائب اليوم القياده والشيخ سامي جميل والرئيس امين جميل، بنهايه الامر هن مصرين انه هيدا المجلس هو هيئه انتخابيه وليس هيئه اشتراعيه، وهذا من حظ القوات والعونيه، وبالتالي كل المكونات المسيحيه لن تحضر، والمستقل الماروني ما بيجرؤ يعملها، وخاصه اذا البطريركيه المارونيه بدك تشوفه اكيد رح تتماهى. هي المشكله انه في عندنا خلل ما بين الماده 74 وال 75، ما هو مزبوط، عندما يصبح هناك خلو بسده الرئاسه يصبح المجلس النيابي بحكم القانون يجب عليه ان يحقق عمليه الانتخابات، واذا صادف مجلس نيابي منحل عليه دعوه الهيئه الانتخابيه، والماده اللي وراها بتقول انه هو هيئه اشتراعيه. ولكن المشكله انه الدستور اللبناني كمان مبهم، بمعنى الماده 60 61 62 خلو الرئاسه هي ما تطرقت لما بعد عدم حصول الانتخابات، تطرقت اذا يمكن اعتبروا من البديهيات انه لحظه الشغور يصير في انتخاب ولا مزبوط دون ان يستمر لسنتين 100%. واللي عم بحاول اقوله انه الماده 75 اللي عم بيركز عليها تحديدا الشيخ سامي جميل كثير، هي القصه انه مزبوط المجلس النيابي هو ولكن اي متى؟ عندما ينتخب، يعني جلسه انتخاب رئيس الجمهوريه لا يمكن انك انت تحوليها تشريع، ولكن هي كمان مبهمه، يعني هيدا الكلام بصير اشتهر. طيب هالبلد له سنتين بلا رئيس، كمان فيها وجهه نظر انه ما فيك انت توقفي شؤون العالم، ما تعملي تشريعات، ما كمان ما هي كلمه تشريع الضروره، ما كل شيء ضروره، يعني شو هو المنه ضروره بالبلد؟ ولكن هيدا انا بقول نحن في نهايه الامر الطوائف لانه عندها موطئ قدم دائما بحيلا سفاره، نحن عندنا ثقافه القناصل، وثقافه القناصل دائما بتخلق تجاذبات وتقاطعات متعارضه باللحظه، ولكن في شيء عندنا ما بدي استعمل كلمه اكاديميه ديالكتيك، يعني مثل الواحد البلوس وموان ببطاريه السياره هن متناقضات، ولكن بتجمعي المتناقضات تدور تشتغل البطاريه. بلبنان عندنا متناقضات واهميتهم ما بدور لبنان بدون وجود هالمتناقضات، وبالتالي ازمه كبيره يعني الوضع مش بس اكيد عدم انتخاب رئيس جمهوريه كارثه كبيره حقيقه، يعني الناس مش عم تستوعب شو مخاطرها، لانه لها بعد سوسيولوجي بيرتبط بدايه بالطائفه المارونيه، وبدايه قبل الطائفه المارونيه هي ملك بكركي،
يعني الرئاسة المارونية مش ملك السياسيين الموارنة، هي ملك بكركي، لأنه دايما تهيك دايما إعلاميتنا بيطرحوا فكرة ليش البطرك ما بيعمل رئيس جمهورية؟ ما هي بلش فيها الرئيس فؤاد شهاب مع البطرك المعوشي، رفض البطرك المعوشي من بعد ما قدم الرئيس فؤاد شهاب استقالته سنة الستين، رجع مين اقترحها؟ وهي الناس ما بيعرفوها، دولة الرئيس ميشيل المر اقترحها على البطرك سفير سنة 2003 بفرنسا، إنه لا أنت ما بتعمل رئيس، وقتها ما بعرف إذا معنا دقيقتين لأن هي قصة مهمة جدا، أيام إجا دولة الرئيس كان عازم دومينيك دوفيلبان وزير خارجية فرنسا آنذاك، كان عازم البطرك سفير على العشاء، كان آنذاك دولة الرئيس المر وهو حيا يرزق كان موجود بفرنسا، ما بعرف إذا كان مشارك بالعشاء، بيوصل بيقول له للبطرك كان الله يرحم النايب نسيب لحود من المرشحين على الرئاسة، بيقول له لموارنك العمر يا صاحب الغبطة والنيافة كل عمر هيك بصراعات بين بعضهم، شو رأيك أنت إذا بتترشح؟ قام قال له يا لوت الرئيس بدي خبرك خبرية، سنة 1882 بموت يوسف جعجع أسقف الموارنة بقبرص، بدهم يجيبوا خلف لإله، كان في مجموعة من الكهنة الكبار، واحد منهم علامة كبير بالعمر، كان البطرك سفير عمره 83 سنة بالضبط، قام قال لهم قاموا همسوا، في واحد اسمه يوسف الزغبي من أهم الكهنة وهن على أساس إنه بس عمره 83 سنة، إجوا همسوا رفقاته إذا يوسف الزغبي بيقبل إنه يكون هو مطران على قبرص، معناته بده نقولوا عنه خرفان، أنا بعتذر بس البطرك سفير استعمل هالتعبير، قام قال له لوت الرئيس المر بدك يقولوا عن البطرك سفير اللي قالوا عن يوسف الزغبي تما ارجع كرر العبارة، وبالتالي لازم الكل يعرف دائما الرئيس كمال شمعون كان هو البطرك المعوشي من ألد الأعداء، دائما السياسيين ما بيتفقوا مع بكركي، السياسيين الموارنة بيعتبروها هي بتاخذ لهم زعامتهم، وقت وصل الرئيس كمال شمعون وصل قال له للبطرك المعوشي سوف ينبت العشب على أدراج بكركي لأنه أنا صرت رئيس، وإذ لم ينبت العشب وصار الرئيس كمال شمعون من أهم الأشخاص اللي بيتردد على بكركي، وبالتالي إعلاميتنا لازم نفهم صرخة البطرك الراعي، ولكن اللعبة الأساسية في مشكله كمان بالطلاق بين السياسيين وبكركي، ويمكن صار بدها اعاده هيكله للعلى، يعني بكركي بمحل عملت اللي بينعمل، تم جمع الاقطاب الاربعه وكان في وعد من الاقطاب الاربعه انه اي مرشح بياخذ الاكثريه بتم انتخابه، مش بتعرف هي ما بعرف قديش هيدي القصه دقيقه، يعني الكل قال الكل رجع ردد بدك رايي، ما هن اللي بيطلعوا على الاعلام ما فيك، يعني في اشياء كثير ما بتبقى صحيحه، حتى يمكن اشياء بتنقال بتنفهم بطريقه غلط، أنا بقول حتى بكركي لازم تنتج وضعية خارجية مش داخلية، يعني ملف الرئاسي أنا بكل قناعة جيوسياسية أنا بقول الأشياء بعلميتها، ما في إمكانية لأي ولوج يعني للحظة انتخابات رئاسي بدون تنسيق مع سوريا، خلينا نحكيها علناً وأنا صرت مرددة مليون مرة. اليوم عند سوريا ولا عند إيران؟ لا مش عند إيران أبداً. مش حزب الله اليوم هو اللي حتى حزب الله إذا لم ينسق مع الرئيس السوري ما بيكون له كلمة الفصل بالرئاسة. الوزير فرنجية لحظة شوي ما كل الناس بيعتبروه خيو للرئيس السوري، هل يعقل خيو ما يدعمه؟ طب كيف بمجرد ما الرئيس فرانسوا أولاند بيتصل بالزعيم الزغرتوية على أثر ترشحه أو دعم دولة الرئيس سعد الحريري خسر الورقة سوريا، حتى يعني حتى اللعبة حتى الجنرال عون تبه علي اللعبة بالقراءة السياسية، سوريا هي الدولة من الناحية الجيوسياسية هي الدولة المؤثرة بمحيطها مثل ما حيلا دولة تانية مثل اليمن، بس اليوم لو إيران أرادت انتخاب رئيس بلبنان لا 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 ما كان عندها المونة على الرئيس الأسد بالتدخل، إذا اعتبرنا اللي عم بتقوله أنه اليوم بعده قادر هو اللي يكون عامل الرئيسي إعلاميتنا، خليني بسطها مثل باليمن، أوعى حدا يحلم أنه حدا بيقدر يشلح اليمن من المملكة العربية، طيب بس المملكة اليوم مش بالوضع اللي فيه الوضع الرئيسي السوري، اليوم الوضع الرئيسي السوري ولبنان بلد نحن بلا رئيس، أي هو أزبط لبنان أو سوريا؟ سوريا بالآلية فيها دولة فيها جيش بغض النظر إذا فيها حرب، ونحن من غير شر عرسال مش مخطوفة، عرسال خارج السيادة اللبنانية نص دائم، بالرغم من كل هذا ما فينا نقارن لا 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 نفس الشيء نفس الشيء، ما عليه امبارح كنا علقانين بطرابلس، يعني الوضع اليوم سوريا أصبحت ساحة كل الدول عم تتصارع فيها، كل الجيوش مزبوط حرب كونية بسوريا صحيح مزبوط على الأرض مش بس حرب كونية سياسية مزبوط، بس إعلاميتنا هذا بيأشر
انه هالحرب الكونيه قدرت سوريا كسرتها. يعني اليوم منا القصه بقى لعبه اصلاحات وما بعرف شو، مثل الواحد عم يتسلى ونعم نلعب بيت بيوت. الموضوع الاساسي اللي عم حاول اقوله، سوريا كائنا من كان شخص الرئيس فيها، كائنا من كان تلكياتي بلبنان، بلد هالقد ملاصق بسوريا، ما ممكن تتخيلي اي دوله، مش الرئيس اوباما، مش الرئيس فلاديمير بوتين، ما بيقدر ياثر على الرئيس السوري بورقه الرئاسه الا اذا كان ضمن مصلحه سوريا. يعني خلينا نوضح اكثر، اليوم عندك عدد هائل من النازحين السوريين، انت بتعرفي انه نصهم داعش او منهم سوريين بتذاكر مزوره، ولكن كلمه السر ممنوعه. واللي من انا حذرت على ثلاث مدن، دائر الاحمر، زحل وصغارتها، هودي اخطر ثلاث مدن بلبنان لانه ما عليهم حمايه امنيه ومنتشرين تطبيق ولكن ما في كلمه سر. الموضوع الاساسي انت ما بتقدري، كيف ممكن تركبي رئيس ما يقدر يضبط الاطار الامني ما بين لبنان وسوريا؟ يعني الموضوع ما نحن ما بيركب. نائب سليمان الفرنجي ما كان قادر يقوم بهذا الدور؟ لا 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 ما حدا. خليني اوضح لك، لو عم يقدر، في فرق بين ان انا ادعمك بالحكي، في فرق ادعمك بالوقائع. يعني اليوم بالضبط اذا بدك تاخذ الصوره مين بترتاح له سوريا بالاداء، مين بيرتاح له حزب الله بالاداء، مين بيرتاح له حتى الرئيس اوباما. وانت شفتي باللي قاله الرئيس اوباما، بعرف انا على منبرك 100 مره قايل انه الرئيس اوباما مع الرئيس السوري، وقلت انا انه الرئيس فلاديمير بوتين هو حلقه الوصل. اوكي، الموضوع الاساسي بدهم الرئيس ايميل لحود او ما يشبه، هيدي المعركه امنيه. يعني لا الرئيس بيكون رئيس البابازاتي ولا الرئيس، بغض النظر مين بحب الشخص او ما، عم نحكي بالبعد الاستراتيجي. المعركه معركه البعد الاستراتيجي اللي امنه الرئيس لحود، اليوم مين بامنه؟ نائب سليمان الفرنجي. المشكله برافو، سؤالك بمحله. المشكله يا الرئيس لحود او ما يشبه، ما في ما يشبه باللي عم بينطرحوا بالاسماء، مش موجود ما يشبه باي بعد، البعد العسكري اللي كان بيمثله يعني الرئيس 100%. لحود يعني الرئيس لحود الليله بفوت على عرسان، انا باكد لي الليله بفوت على عرسان، مثل ما اليوم مطلق رئيس جمهور، مطلق شخص ماروني بيمضي يفوت الجيش اللبناني على الضاحيه، بيركب الليله رئيس جمهوريه. هلا يفوت وينزع سلاح حزب الله، لمن هلا نيل لمن سربوا انه بده يتم اعتقال سماحه السيد. هيدا كلام انا قايله على احدى القنوات، قلت يا دوله الرئيس الياس المر ما تنبسط كثير انه عينوك رئيس مؤسسه انتربول لعالم اكثر امان، رح يطلبوا منك اعتقال سماحه السيد، وهذا شيء لن يحصل طبعا، هارتقة. ولكن الهدف منه حرب اهليه او عقوبات اقتصاديه على لبنان. اعلاميتنا الوضع دقيق جدا، بعدك عم بتقولي حرب كونيه. فرانسوا اولاند الرئيس الفرنسي مش مزبوط جاي فقط كرمال النازحين السوريين، جاي تيضبط الوضع الامني لانه عارف مخاطرها. اليوم بسوريا الناس ما بتعرف جغرافيا، اعلاميتنا الجيش السوري بينتشر بكل الدوله السوريه، الجيش السوري عم بيقاتل بدير الزور، الجيش السوري مطوق الرقة، الناس ما بتعرف وين تدمر، الناس ما بتفهم شو هي سوريا. الجيش السوري فاصل جبل الأكراد عن جبل التركمان بمنطقة، عم تحكي بالمنطقة الليدية. يعني انت بالريف بالأرياف الأكراد صحيح طرحوا الفيدرالية، بس انه بيعرفوا ما فيهم ياخدوها، بياخدوا لمركزية إدارية موسعة ماكسيموم أكثر من هيك. هلأ عايزينهم يضربوا داعش. إعلاميتنا وين ما كان، وين ما كان الجيش السوري منتشر، نحن الجيش اللبناني المغاوير منتشرين عجرود راس بعلبة. لو ما في حزب الله بالكلمون والجيش السوري من ميل الثاني، الجيش اللبناني ما بيقدر يصمد، ما بيقدر يفوت. ونفس الشيء خليها تصير معركه هلا بعين المريسه، مضطر قائد الجيش ينزل فوج المغاوير من راس بعلبة تيقاتل بعين المريسه. معناتها اي جيش نظامي بالعالم، الامريكان استعملوا البلاك ووتر بالعراق تقدروا فيها. فلاديمير بوتين امبارح شو قصف؟ الناس فكروا اجى يساعد بشار الاسد الرئيس، مش مزبوط، اجى ضرب منظومه الشيشانيين تحت قياده رمضان كاديروف. رمضان كاديروف هو رئيس جمهوريه الشيشان، هو اللي قطع له الراس لابي عمر الشيشان. امبارح قال صراحه الرئيس بوتين انه احنا نزلنا عملنا عسكريه لكل الارهابيين من اصل 100%. اعلاميتنا مره قلت لك اياها، قلت لك ابي عمر صحيح. الشيشان القائد فلت الطيران الروسي بكثافته لمن قتلوا ابي عمر الشيشاني، لانه رمضان كاديروف شرس كثير، جابوه قعدوه ودار اللعبه، قضي عليهم. وين كانوا منتشرين هن؟ منتشرين بين جبل الاكراد وجبل التركمان. المشكله بلبنان ما بيعرفوا خريطه سوريا، وانا كل الناس بيعرفوا، علميتنا المخابرات كلهم بيعرفوا انه انا ما بعرف سوريا. انا مش داعش نهائيا بسوريا،
إنما أنا لأن بخاف أولا على وجودي. وجودي أنا بعرف لو تقسمت سوريا لأربع دول أنا وياك ما كنا قاعدين بعين المريسة. ومش مزبوط إنه المملكة العربية السعودية كمملكة إنه هي عم تدعم داعش، مش مزبوط. العملية داعش هي جيش القوى العبرة الوطنية، بيبقى في أجنحة مثل الدكتور بيير عزار تابع لداعش. تنقول مش معناتها الرئيس، تنقول الرئيس الجمهورية تابع لداعش، كون أنا من تحت الطاولة صحيح. بس اسم اللبناني، يعني بدنا نكون دقيقين بتحديد هالمعايير. رح كفي بالواقع الإقليمي، روسيا، سوريا، إيران، السعودية، خلينا ناخذ فصل علينا قصير ونعود لنتابع. عودة لمتابعة الحوار مع ضيفي الخبير في الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية دكتور بيير عزار، مرة جديدة أهلا وسهلا فيك. كنا عم نحكي قبل الفاصل عن الواقع الإقليمي والحاصل اليوم، التأزم السعودي الإيراني بعده هو سيد الموقف على الساحة الإقليمية، برز أكثر بقمة اسطنبول اللي صارت قمة منظمة دول التعاون الإسلامي، برزت أيضا بالقمة الخليجية المواقف، وحتى الكلام اللي صدر عن أوباما بلقاءاته بالمملكة العربية السعودية. هذا التصعيد إلى متى سيستمر وشو المطلوب لإعادة اللحمة بين البلدين؟ يمكن هذا من أهم الأسئلة، لأنه للأسف نحن بمرحلة فيها من الفراغ ضمن الولايات المتحدة. صحيح الرئيس موجود ولكن بآخر ولايته ما بياخد قرارات ولا حدا بيسلفه بالبعد السياسي. تهيك الأزمات الإقليمية ما رح تلاقي حلول ناجعة قبل العام القادم، يعني تتبلور هوية الرئيس، لأنه عم بيتم استغلال الأزمات في المنطقة ضمن الحملات الانتخابية الأمريكية. ولكن أنا دايما بقول أنا كتير سعيد إنه يصير في ماكسيموم حسم بالميدان وماكسيموم حسم في السياسة بحيالنا ملف قبل ولوج الانتخابات الرئاسية، لأنه الويل إذا بيجوا جماعة المحافظين الجدد، لأنه بيرجعوا بيحركوا إليات مشروع التقسيم. كرمال هيك ما فينا نقول إنه اليوم روسيا مستعجلة أكثر الحل، لأنه خايفة من الإدارة المقبلة، يعني بهمها اليوم بسوريا تعمل أكيد بس حل. روسيا عندها غير حسابات. روسيا أكيد هي والمحافظين الجدد ما كتير بيتلاقوا، ولكن في واقع الأمر يعني إذا بدنا ناخد تنقول بسوريا واللي هي اليوم مركزية الصراع العسكري. صحيح. سوريا اليوم اللي صار والكل اقتنع، وصار لبل كل اللي حاولوا يشتغلوا ضمن مصالحهم على الأرض السورية، وخاصة القوى الإقليمية اللي هي منا على تلاقي حقيقي مع القوى الدولية، لأن إحنا بعالم بلا أقطاب. يعني مش مزبوط إنه تركيا، السعودية، إيران، لبنان، سوريا، يعني هودي مرتبطين بروسيا والولايات المتحدة بشكل عضوي، مش صحيح. يعني حتى منلاحظ لحظة بين الولايات المتحدة والمملكة ما في كتير تناغم بكافة الملفات، وبالتالي عندهم استقلالية معينة. الموضوع الأساس اليوم الميدان السوري بدل من موازين القوى، وبالتالي بلش يبدل من آليات عمل البعد السياسي، ولكن في نهاية الأمر الأزمة السورية ما رح تشهد حلول سياسية خلال هالعام مثل ما ذكرت قبل شوي، بدءا من النصف الثاني من 2017 تتبلش إدارة جديدة، إدارة أمريكية 100%، وهذا ينعكس حكما على الملف الإيراني السعودي. فيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، هذا اتفاق لن يكتب له النجاح أكيد، هيدا من أولته منه ماشي. هيدا اتفاق، والدليل شوف قد ايه عم بصير تجاذبات. انا منذ لحظه توقيعه قلت هذا الاتفاق لن يكون، مش ممكن يوصل الى المبتغى، بس حتى الساعه التنفيذ يبدو انه ماشي لا مش مزبوط، لانه هي الخطه اول شيء هذا اتفاق لمدى بعيد لسنوات وصولا ل 2025، وبالتالي النقطه الاساسيه وعلى اساس انه انت بتفرجي عن الارصده المجمده كلها 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 مش بعملية تدرج، هودي بالأساس كانت عملية تدرج 4 مليار و200 مليون دولار، اليوم الأمور مختلفة. هيك شفت الصراع على الصواريخ الباليستية خطورتها بالنسبة لإسرائيل وغير إسرائيل، إنه بتحمل رؤوس نووية إذا بده. صحيح. الموضوع الأساسي إسرائيل لاعب أساسي بهذا الملف، كيف يعني ممنوع إنه الجمهورية الإيرانية تمتلك قنبلة ولكن ممنوع أن تتوقف المفاوضات؟ لا،
لأنه إذا خلص هذا الملف بترتد الولايات المتحدة على إسرائيل وبتشلحها مخزونة من الأسلحة النووية. الناس اوعي يفكروا إسرائيل يعني الولايات المتحدة، إنما اللوب اليهودي له تأثير ضمن أروقة الولايات المتحدة، إنما المصالح الأمريكية تتعارض وبالضرورة مع مصالح إسرائيل. تهيك حلف شمال الأطلسي ما قدر عمل منطقة حظر جوي على الحدود السورية التركية، وأنا من الأول دائما كنت أقول على كل الفضائيات ولا يمكن، مش الموضوع إكراما للرئيس السوري، لأنه إسرائيل ما بتسمح لحلف شمال الأطلسي أن يتميد يتمدد بحي الجغرافي هي بتعتبره مجال جيوسياسي لإلها، سوريا الأردن مصر لبنان، مش إنه هالدول الإسرائيلية، هذا مجال جيوسياسي. وبالتالي ما حدا يحلم بالأمور بالطريقة. الصراع السعودي الإيراني وأكيد بلحظة بتلاقي فيه توافقات، والدليل أنه بالنهاية إيران حضرت إلى جانب المملكة بمؤتمر منظمة العمل التعاون الإسلامي، بغض النظر إذا انسحب الرئيس الإيراني أو ما انسحب، معناتها في أروكة للطلاق المستمر ما بين الاثنين. هودي دول في العلاقات الدولية وفي كل شيء اسمه سياسة، الصداقات مؤقتة والعداوات مؤقتة. أكيد المملكة العربية السعودية عم بتحاول تقول أنا أريد أن أبقى سيدة شبه الجزيرة العربية، وهي هجومها على اليمن مش ضد الجمهورية الإيرانية مثل ما كثار يعتقد كنفوذ عم بقصد، هي ضد سلطنة عمان. برأيي سلطنة عمان لقت خيوط سلمية مع الجمهورية الإيرانية وغيرها، وبتفوت بمفاوضات كثير، ورافض مجلس التعاون الخليجي كوحدة، وبالتالي رافض أنه يتحقق وحدة ضمن هيكل مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي لأنه بتعتبر أنه المملكة هي الأخ الأكبر وبيقدر يسيطر على الأشقاء الأصغر، وبالتالي رافض سلطنة عمان. العملية دقيقة، ملحوسيون ما كل عمرهم كانوا قراب من المملكة العربية، لأنه المذهب الزايدي هو مش 100% منهم، هن 100% يعني المذهب الجعفري الاثني عشري، هن بعدين نتيجه انه دخول. بس حاليا حلفاء ايران. نعم حاليا الحوثيين حلفاء ايران. حلفاء بس مش معناتها انه هن 100%، هن اقرب فئه الى المنطق السني. معلش خلينا نكون دقيقين، يعني هن قراب، ما الكل اللي بيعرف تاريخ الحوثيون بيعرف كيف هن بيفكروا. وبالتالي خلينا نكون دقيقين، أكيد المملكة اليوم بدءا من الملف اللبناني عم ترجع تلعب توازنات، ورح تشوفيها انطلاقا من انتخابات البلدية. اثنين، بالملف السوري رح تتفاجئ بلحظة ما فيها ضوء قمر المملكة بترجع بتنسج علاقات مع الرئيس السوري والتقريب، بترجع بتتفاجئ رح ترجع تركيا تنسج علاقات مع الرئيس السوري. خلص هن بيعرفوا الميدان، شو بدك اللي بينقال على الإعلام؟ الناس ما بتعرف حقيقة الأرض، خلص انتهت. يعني احنا عم نشبه اليوم التمسك أو الموقف الدولي اللي صار بتأخير مصير الرئيس الأسد وكأنه تمسك بالرئيس الأسد، بينما هو واقع الحال تمسك بما تبقى من مؤسسات بمثلها نظام الرئيس بشار الأسد، إن كان الجيش السوري لأنه يخافون من تكرار تجربة الجيش العراقي بحال انهار الجيش السوري في سوريا. بس كيف يعني مؤسسات؟ بما تبقى يعني من مؤسسات يعني من ضمن مثلا الجيش على سبيل المثال. بس قصدي شو في بسوريا غير الرئيس والإيادة والجيش؟ يعني الدولة قائمة، إعلاميتنا ما نعيش بالوهم إلى خمس سنين لأن بعد قائمة، ولأن الرئيس الأسد هو بيمثلها تم التمسك فيه حاليا. مظبوط، بس كيف قائمة؟ قائمة لأن الرئيس السوري بعده بحوز على نسبة عالية من المجتمع السوري، بغض النظر عن النازحين السوريين اللي مش كليتهم إلا ظروفها. بغض النظر اليوم المصير مش رأي الشعب للأسف هو اللي اخدينه بعين الاعتبار، لا لا لا. هي التوازنات الدولية أمريكا روسيا أعلاميتنا، ولكن التوازنات الدولية بدها قاعدة. مشكلة لبنان مثلا قلت لك نحن لأن عندنا ثقافة القناصل، نحن بالضبط كيف بتعرق لي مثلا ملف بلبنان؟ لأنه كل طائفة بتحكي لغة، أنت بدك أرضية. المجتمع السوري على مدار 40 سنة اتدرب إلى الثقافة العلمانية، وبالتالي قدر نوعا ما. بس اجت الحرب بينت العكس، لا مش 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 دقيق ابدا. الحرب اهليه للجيش اللي عم بيقاتل اليوم اعلاميتنا هو من الطائفه السنيه الكريمه. شو هن العلويه بالعدد؟ بس الحلول المطروحه بسوريا، الحلول المطروحه بسوريا عم بتروح صوب حلول طائفيه على اساس دوليه وعلى اساس هيدا مشروع التقسيم عم بيطرحهم بالاعلام مثل ما عملوا بلبنان. ما في شيء بيمشي. بدي اعلاميتنا اليوم دروز السويداء، ما خذ النموذج، هودي أكثر ناس ممكن يخافوا على حالهم.
دروز السويداء جماعة سلطان باشا الأتراك تبع ال 25 شو عملوا اليوم؟ مشوا مع الرئيس السوري، هيدا من ذكاء الدروز السويداء، من هونيك بتبلش تمشي، والدروز تبع جبل السماك بريف إدلب، مش بناخذ الأمور مثل ما بنسمعها على الإعلام. لأنه اليوم تصور الوضع والشعب السوري قدام خيارين، إما الرئيس الأسد أو داعش. لا 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 أوافق، هيدا كلام إعلامي، إعلاميتنا مش صحيح، داعش وضعية مختلفة. الموضوع الأساسي أكيد في كتار بيعتبروا إنه ليش بيت الأسد بدهم يضلوا تنقول بالسلطة، ليش الطائفة؟ ما أصلاً بيت الأسد سننوا العلويين وشيعوهم، الناس مش عارفينها، العلويين متضايقين من بيت الأسد لأنه قاموا منهم المنطق العلوي. خلينا نحكي هذا سر قوة بيت الأسد، لأنه عملوا نظام قوة خارج النظام، النظام لا دخل له بالرئيس، في خلط كبير، الرئيس عم يرجع يستعين شوي من فواعل النظام تيقدر يصد الحركة المسلحين الأجانب. إنما في البعد الميداني السياسي بسوريا النظام ما له دور، وقال كان الرئيس السوري انتهى أمره منذ اللحظة الأولى. علميتنا إذا بدنا نحكي بس تنمشي هذا الفريق معه، ما هي المشكلة اللي بيحكي بالعلم وبموضوعية مثلي مش كار بينبسطوا منه، بتصير جزء من كلماته بينبسط منه هاي الفريق، جزء من كلماته أنا ما بكون قاصد لا هاي الفريق ولا هاي، إنما عم بقول أنا هيدي الطاولة هيك شكلها، وبالتالي إذا بدنا نبني أوطان بيكون عندنا جرأة، إذا ما عندنا جرأة ما بنبني الأوطان، وإذا ما عندك جرأة بتصير الإنسان بينشرها وبينباع، ما في أهين منا. يعني أنا إذا بدي أحكي مع هيدا الفريق ويجي يقول لي دكتور عزار خد لك المبلغ من المال وطلع نظر لي على الشاشة، معناتها أنا خلصت، معناتها ما إلي وجود، عرفت كيف علي؟ الحياة ما بترحمك، يا هيك يا هيك. وبالتالي نحن أنا زلمي عندي رسالة حماية بلدي وحماية وجودي. الموضوع الأساسي لو سوريا ما انتصرت نحن ما كنا قاعدين بلبنان، اللبنانيين مش واعيين بعد للقصة. تهيك أنا بقول بغض النظر عن التجاذب اللي عم بيصير بين حزب الله والمملكة العربية السعودية، نشيل هذا الملف، سمحت السيد عنده خصوصيته الخاصة، ولكن الموضوع الأساسي أنا مثل مدنين على المملكة وأهميتها العظمى، وأنا بعرف سعادة السفير علي العسيري بعرفه شخصيا، عنده كتب عن الإرهاب وشخصية متميزة. الموضوع الأساسي أنا بقول أي انسحاب من حزب الله من القلمون بتكون أكبر خيانة، شوفي هالكلمة اللي عم بستعملها، أكبر خيانة بيرتكبها سماحة السيد إذا بينسحب اليوم من القلمون قبل ما يخلص ملف داعش. أنا بأكد لك لا بتبقي أنت بمنطقتك، لو بقت مشاركة حزب الله فقط بالقلمون يمكن ما كنا شفنا. وين هو منتشر برأيك؟ بحلب وبحمص. إعلاميتنا ولك هيدا الإعلام، مش عم بقصد التلفزيونات، هيدا التدخين. أنت بتعرف أجهزة المخابرات الدولية إعلام الحربي لحزب الله هو اللي عم بيقول قدي عنده، يعني إعلام الحربي لحزب الله هو اللي عم بيقول. لو عم بقطشك لأنه الوقت سريع بعرف، أنا اللي عم حاول إليك، هل أنت شي مرة شفتي داعش ولك أعظم شي عندهم داعش اللي هن رؤوس عالمية كلهم من جماعة الكوكاز وداغستان وإلى ما هنا، أعظم شيء عندهم شو؟ يكمشوا لك شاب من حزب الله مش بيدبحوه، وهن أصلاً مش داعش اللي بيدبحوه، كتيبة الدفن اللي بتدبحوه وشغلتهم يدبحوا تيبيعوا الأعضاء البشرية، هاو شغلتهم بيترقم الملازم، ملازم أول اللي بيدبح عشر الرؤوس. عم بعطيكي معلومات مش أنت بتعرفيني، ما بعطيكي إلا معلومات. حزب الله لو لقطولن شو واحد داعش وجبهة النصرة بيروحوا بقعدوه بالفور سيزن، مش بيدبحوه بس تيفرجوا سماحة السيد انه القطنة لك واحد ولك الى القصة سنوات. هل شفتي لك بخبروك خبرية جماعة من حزب الله لك هذا حكي وتسلية وعم نلعب بيت بيوت؟ هاي اعلاميتنا كل الناس اللي حكيوا، طب ما كل شيء ما زبط معهم، لانه انت ممنوع تحكي بالسياسة اللي بتحبيه، وبالتالي انت بدك تحكي الحقائق. مثل ما انا بقول دوت الرئيس رفيق الحريري اللي انا معروف عنه قد ايه بترحم عليه عطول، لانه بعرف ما في حدا بيورطه، كلهم اولاد، كلهم اطفال مع احترام الحجم والعمر، عم بقصد اولاد بالسياسه. الموضوع الاساسي اللي عم نقوله نحن امام مرحله اذا ما عندنا جرأة قول الحقائق نحن ما لنا حق لندير اوطان ولنحمي شعوب، لانه بالنهايه الانسان اذا بده يكون رخيص امام حفنه من المال تيقدر. نحن لما بنطلع عم نخاطب راي عام، لمن انا ما بدي اعطيه المعلومات الصحيحه، رأي العام بالنهاية عم يوصل. ليش عم بعصبوا الناس؟ لأن كل شيء بتخبريهم مش عم يوصلوا له. هلأ ذكرت قبل شوي بس بالوقائع ما في شيء، ولك ما في شيء نقال، رجع على الأرشيف، لأنهم بخبرون خبريات
مثل اللي قاعدين عم يعملوا تبوله وفنجان قهوه وارجيله، هي شغلتنا لا اكثر ولا اقل. بس انا كثير متفائل، ولكن برجع بقول ما حدا يتصور في رئيس جمهوريه بلبنان الا بموافقه الرئيس السوري بشار الاسد. لا الرئيس اوباما ولا الرئيس بوتين ولا الجمهوريه الايرانيه، بس مش لوحده، ولا حزب الله. انتبهي، اذا مش كلياتهم منسقين مع الرئيس السوري ما بيقطع رئيس بلبنان. وبالتالي هيدا رساله لبكركي، اذا ما بتبني علاقه جديه مع الرئيس بشار الاسد، ولكن ضمن توازناتها طبعا والسياده محلا عم بقول، ما في رئيس من هلا وحسبيها قد ما بدك. عم تعطينا خيارين كثير مرين، يا اما التعاون مع نظام بشار الاسد. لا لا لا، انا ارفض النظام، ارفض ارفض، أنا مش تعاون، عم بحكي بالعلم بالجيوبوليتيك اعلاميتنا، انا عم بحكي بتجرد، عرفت كيف؟ والرئيس الحريري بالنهايه دكتور الرئيس رفيق الحريري، ما هو عرف اللعبه، ما هن ليش قتلوه؟ ما قتلوه لانه كان صديق اثنين، صديق سماحه السيد وصديق رقبات الاسد، وخلصت الخبريه. وبالتالي الموضوع شوف ايش صار من بعد ما مات هالزلمه. للاسف وقتنا انتهى دكتور، شكرا لوجودك، يعني اذا بدنا نتوسع بكل الملفات بدنا حلقات. شكرا، انا ببقى كثير سعيد مع اعلاميه مثل حضرتك. اهلا وسهلا فيك دكتور، والشاشه كثير بحبها. شكرا للمتابعه والى اللقاء.